انا بس عايز اعلق، يعني لفت نظري في كلام الاستاذ عبد الشافي، كلام محترم واصاب كبد الحقيقه. بس انا لما بفكر في ان مشار مرتضى منصور، هل هو ليه مشاكل شخصيه وحروب شخصيه؟ يعني انا بشوف السنه اللي جمت فيها المستشار مرتضى منصور ما حدش سائل فيه لما كان بعيد عن نادي الزمالك، رغم انه القرار كلنا انتقدناه. وانا طلعت بقول لك في قناه اماراتيه بعد الحلقه مباشره، قلت في سكاي نيوز، قلت انه القرار معيب. هل هو ده مشكله شخصيه؟ يعني 2018 تقعد قضايا لمجرد انه يرجع، انت في نادي الزمالك لمجرد انه يرجع تحركها كلها. دي مهمه جدا، انت قلت وانت في نادي الزمالك وكان المستشار مرتضى بره، عشان بس بعض الناس بس سيبك يا باشا اللي يقول اهم حاجه انت ضميرك والمستشار مرتضى ما حدش بيضحك عليه. ماشي. هل النهارده المستشار مرتضى طب كان على خلاف مع الكابتن محمود الخطيب قبل ما يتولى رئاسه الزمالك؟ كان اصدقاء وطلع مع رغده شالوف في قناه الحياه، قال لك ده اسطوره، جابوا له حسن شحاته، قال لك اسطوره كرويه، لم يتحدث عن اسطوره الاداريه وقتها. لما ابتدى تبقى في اداره وند للنت وابتدى بياخد بطولات من النادي الاهلي وبياخد بالغريب التقليدي بطولات، هنا وجدت الكراهيه. ده نفس اللي بتشوفه مع اي نجم بيصنع في هذا المكان بيحارب. فكان بزوغ نجم المستشار مرتضى منصور على مستوى رئاسه نادي الزمالك لما خد فرصته الحقيقيه في 2014 مسار قلق كبير جدا للمنافسين. فبالتالي اشتغلت الحروب، اشتغل يذج بك في قضايا، ابتدى يستفزك، ابتدى يدخل ياخد منك لعيبه، يحرض لعيبه انها تهرب من النادي، ابتدى يحاول يحطك في صوره قدام الراي العام بانك انت راجل مثير للفتن والتعصب. ودي الاكلاشات الثابته اللي بيتننا كلنا يا استاذ عبد الشافي اول ما تفتح بقك وتدافع عن نادي الزمالك. طب لما احنا في السنه مشينا، لما احنا مشينا مع احترامي يعني نتكلم انا بمنتهى الصراحه ورزا على الله طبعا. لما احنا مشينا واللي الناس بتقول لك الناس قاعدين ومش عارف ايه وبتاع، طب لما مشينا وما طلعناش حتى في قناه ميكي، ما حدش قال لنا تعالوا اطلعوا دافعوا عن نادي الزمالك وشوفنا هندافع ونتكلم زي ما كنا بنتكلم على المستشار مرتضى منصور، يعني احنا ومعاه. طب لما الراجل جمد حد جابنا قال لنا رايكم ايه في الراجل؟ شفنا احنا ناس منافقين ولا هنقول المستشار مرتضى منصور كان راجل كويس ونبقى ثابتين على الموقف؟ ودي قناعاتنا الشخصيه، ما حدش جابنا الحمد لله. طب مين جه؟ جات ناس بتشتغل في النادي المنافس، جات ناس بتطلع في القناه ما بتكتبش صفحه نادي الزمالك على الصفحه بتاعتها على الفيسبوك، ما بتدافعش بكلمه. ده الواقع اللي هو عايزه ليك وبيرسمه لك ويحدث واقعه ما بينك ما بين اداره ناديك، ما بينك ما بين رئيس ناديك، ما بينك ما بين اعلاميين ناديك اللي بيدافعوا عنك. اللي كلنا بنحب نادي الزمالك وبنعي قيمه وقدر مستشار مرتضى منصور والجهد اللي بيبذله، ولا نتقاضى ربع اللي بيتقاضاه زملائنا في النادي المنافس.